يا صباح الورد والفل والياسمين على احلى متابعين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفه جميله جدا، هنعمل حلى من التراث الشعبي الفلسطيني، هنعمل دحدح الدحدح الفلسطيني. ان شاء الله هنعملها بطريقه سهله جدا ومميزه، اتبعي معانا الخطوات هتطلع معاكي احلى دحدح فلسطيني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل مع بعض وصفه من التراث الشعبي الفلسطيني. طبعا ولي الشرف ان انا اعمل اي وصفه من وصفات فلسطين او اي دوله عربيه، كلكم اخواتي وعلى راسي. وطبعا قبل ما نبدا نعمل اي حاجه في الوصفه واقول لكم المقادير بتاعتها، عايزين ندعي طبعا، كلنا بندعي لهم طبعا، لفلسطين وغزه، ان ربنا ينصرهم على اعدائهم واعدائنا طبعا، ويلطف بيهم يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. الوصفه بتاعت النهارده هنعمل مع بعض الدحدح الفلسطيني، وصفة من التراث الشعبي الجميل جدا، وصفة جميلة جدا على فكرة. ان شاء الله الوصفة هتعجبكم، وهعملها بطريقتي بقى معاكم، بس هي انا جايبها لكم بالخطوات بتاعتها خطوة بخطوة، ان شاء الله هتعجبكم. نقول مع بعض المقادير. معانا هناخد، انا هعاير بالمكيال المعياري ده، او تعايري عادي بكوباية زي دي كده، تمام؟ بس دول انا معايا اربعة، معايا هي الوصفة بالسميد الناعم او السميد الخشن، لو ما لقيتش خشن بقى يبقى ده وسط، انا جايباه وسط. هناخد اربع مكاييل من السميد ده، هعايره معاكم برضو. معانا كمان كوبايه من السمنه البلدي، معايا كوبايه لبن دافي بحوالي 250 مللي او جرام. معانا كمان معلقه كركم، هي بتميز انها بيبقى لونها اصفر، معلقه كبيره من الكركم. معايا معلقه ونص خميره كبيره برضو، معايا نص معلقه من نص مج من السكر، السكر ده برضو اختياري على حسب ما انت عايزه تحط، لان هنسقيها شربات كمان. معايا كمان مج من الدقيق، تمام كده. هحتاج كمان معلقه من البيكنج باودر. هنبدأ بقى نعمل الوصفة بتاعتنا. انا برضو عاملة الشربات، عملت معاكم قبل كده، بتعمل الشربات قبل ما تبدأ، احنا هنسقيها شربات. عاملة 3 كوبايات من السكر، معاهم كوبايتين ونص من المية، عليهم عصرة ليمونة وكيس فانيليا، تمام كده. هنبدأ بقى نعمل الوصفة بتاعتنا. هنحط بقى المكونات اللي هي الجافة دي كلها مع بعض. المج ده زي ما قلتلكوا اهو، يعني هما دول اربعة، انا معيراهم اربع مجات عشان معيرش معاكم بقى زي ده كده، تمام كده، او كوباية. احنا هنحطهم بقى كده كلهم، احنا معايرينهم خلاص. معانا كمان هنضيف برضو عليهم مج من الدقيق اهو، برضو نفس المعيار ده، مج برضو دقيق اساسي، تمام كده. معانا كمان الخميرة، معلقة ونص من الخميرة الكبيرة، المعلقة الكبيرة دي معلقة ونص منها. كمان الاساسي برضو الكركم زي ما قلنا معلقة كبيرة كده، تمام كله تمام. هنضيف السكر، نص زي ما قلنا كده، نص كوبايه من السكر على حسب ما انت بقى عايزه. هنضيف كمان نص باك، نص معلقه قصدي، هنضيف معلقه صغيره من البيكنج باودر اهي، تمام كده. كل المكونات اللي انا بقولها لكم دي اساسيه لازم تضيفيها. هنخلط بقى المكونات دي كده مع بعضها، داخل بس كل حاجه عشان تبقى واضحه قدامكم بالمعلقه كده، خليط كده كله مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كمان هنحتاج ذره من الملح، يعني ربع معلقه كده من الملح، بس كده. دي كل المكونات بتاعتنا، وهنضيف بقى عليها السمنه دلوقتي اهي كده. هنضيف بقى ايه، نخلط كله بايدينا اهو. هنضيف بقى السمنه، بسم الله، مج زي ما قلنا كده بدرجه حراره الغرفه. ممكن تعمليها بسمنه نباتي عادي، ممكن تعمليها بخليط من السمنه. هنبدا بقى نبس فيها كده زي ما بيبس الكحك بالظبط اهي. بسم الله الرحمن الرحيم كده، تمام. هتحسي بقى ان هي ايه، زي الرمل كده تحت ايديكي، ريحه السمنه. على فكره السمنه البلدي جميله جدا، والكركم بيخلي لها ريحه حلوه قوي اهي. تبداي تبسي فيها كده لحد ما كله يبقى ايه، زي الرمل كده اللي هو ايه، مبلول الميه، تمام اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شايفين يا جماعه كده كله تمام. تحاولي كل دي السميد والدقيق التاني كله يتبس في قلب السمنه اهو. سهله جدا الوصفه على فكره، وان شاء الله تعجبكم، شكلها رائع، اكيد طعمها يعني اروع يعني اهي. وتحياتنا طبعا لكل اخواتنا من فلسطين، ربنا يا رب يعني يلطف بيكوا يا رب، وان شاء الله ربنا ينصركم نصرا قريبا عزيزا يا رب. اللهم امين اهي كده.
هنبدأ بقى ايه نحط لها، نضيف اللبن حبة بحبة كده، مش كل اللبن مرة واحدة، لحد ما نشوف هنحتاج قد ايه لبن. اللبن دافي زي ما قلت لكم، بسم الله. في ناس بتحط لبن بودرة وتعجن بمية، فاللي يعجبكم يعني. لو مش هتعجني بلبن، قصدي بحليب، احنا بنقول عليه لبن عندنا في مصر يعني، بس هو في دول تانية بتقول عليه حليب كده. نضيف برضو لحد ما نشوف هتاخد قد ايه معانا اهي. كده شايفين لونها بدأ اللون يبان اصفر. اللبن زي ما الحليب زي ما قلنا اللي هو ايه 250 جرام. كده حطينا باقي مج الحليب، العجينه قدامنا زي ما انتم شايفين قدامكم، قصدي مش عايزين العجينه لابسه يعني جافه، يعني هي كده طريه حلوه اهي. كله اندمج في قلب بعضه، الخليط كله، بس كده اهي العجينه خلصت في ثواني، ما خدتش مننا حاجه خالص، وهتعملي احلى حلا واحلى وصفه من وصفات التراث الفلسطيني. كده خلاص هغطيها بقى واسيبها تريح نص ساعه وارجع لكم تاني. كده تمام، اللون الاصفر ده الكركم يا جماعه اهو. كده تريح بقى نص ساعه وارجع لكم تاني. عبال بقى ما العجينه تريح زي ما قلنا كده نص ساعه، نسيبها تريح شويه عشان الجو برد يعني شتا وكده. هنعمل بقى الحشوه بتاعتها. الحشوه بتاعتها جميله جدا. عباره عن ايه الحشوه؟ الحشوه برده معايا مجين من دي السميد برده الناعم او الوسط، زي ما يكون موجود عندك يعني عادي. تمام، معايا مجين زي ما قلت لكم كده اهم. معايا كمان جوز هند، دي اساسي في الوصفه بتاعتنا اهي اساسي. معايا كمان مج من الصغير جوز هند. معانا برده سكر نص، برده كوبايه من السكر اهو. كل المكونات قدامكم اهي. معانا كمان لوز، معايا مج برده من اللوز. ممكن تستبدليه باي مكسرات تعجبك، مش عايزه تحطي خالص براحتك، بس يعني اهم حاجه جوز الهند. تمام كده، معانا المج من اللوز المجروش زي ما انتم شايفين كده. معانا كمان، نلخبط بس كل المكونات دي مع بعضها، نخلطها كده الاول اهي. بسم الله ما شاء الله. مش هنحط بقى كركم على الـ على الـ على عليها على الخلطه دي، هنحط بقى ايه الاساسي بقى اللي يخلي اللون البني بتاعها ده، معانا القرفه. هنحط 3 معالق كبار من القرفه. بسم الله الرحمن الرحيم اهم. بسم الله، ريحه القرفه تحفه تحفه يا جماعه، تحفه تحفه. ناخد كله كده مع بعض، شايفين الجمال؟ الريحه بقى مش عايزه اقول لكم يعني، ريحه خطيره جدا جدا كده اهي. هنضيف بقى برضو الشربات اللي انا عملته. جبت نص كوبايه من اللي هو القطر اللي انا عملته، نص كوبايه اهي كده. احنا مش عايزين طبعا العجينه طريه. وكمان معايا نص كوبايه من الزبده السمنه اهي كده. برضو هخلط كل المكونات كده مع بعض اهي. بسم الله ما شاء الله. برضو هنحس انها زي الرمل كده. هنزود بقى طبعا عليها شويه حليب، نعجن بايدينا. هي يعني مش عجين يعني، يعتبر مش عجين تمام. عشان محدش يقول هنعجن بقى، كله ده هيبقى مفرفت كده زي الرمل برده اللي هو المبلل اهو قدامكم اهو كده. هنضيف بقى شويه من اللبن او الميه اللي يعجبك يعني. بسم الله، بس كل طبعا ما تحط لها اضافات حلوه كده. اللبن مغذي طبعا وفيه فايده، الحليب قصدي، احنا متعوده ان احنا نقول عندنا في مصر بنقول عليه لبن. نفرك كده كله مع بعضه، نخلط قصدي كله مع بعض اهو. لسه شويه محتاجين شويه حليب اهي كده. اوريها لكم برده في الاخر كده. تمام كده، حلو قوي قوي، شايفين اهي. اوريها لكم برده، بس اهم حاجه تكون المكونات كلها تختلط ببعضها اهي، شايفين اهي كده، بس مفرفره، قصدي مفرفره كده يعني ايه زي الرمل كده اهي. بص تمام، يعني ما هيش عجينه، بس كده خلاص. هسيبها بقى وهنبدا ايه نصبر على العجينه شويه زي ما قلنا تستريح، ونرجع نشتغل مع بعض برده تاني فيها.
هنبدأ بقى نشوف مع بعض العجينة. انا سبتها كده حوالي نص ساعة، نص ساعة وخمس دقايق كده. غطيتها طبعا بكيس من بتاع التلاجة، لو عندك اللي هو ستريتش ده غطيها اي غطا اي حاجة طبق يعني، تمام كده. فطبعا زي ما انتم شايفين كده هي العجينة بقت يعني تحس انها ايه زادت شوية كده، تمام. احنا مش ما كنت سايباها عشان تخمر، احنا بنريح العجينة. هنعمل ايه؟ شايفين العجينة اهي اصلا، هنقسمها بقى نصين على قد ما نقدر كده، بالنص بالظبط اهي. وهجيب بقى صينيه مدهونه، انا هستخدم صينيه الومنيوم. اللي عندك بقى موجوده عندك، عايزه تستخدمي تيفال براحتك زي ما انت عايزه يعني، موجوده عندك. هناخد نص العجينه اهي ونبدا بقى نفردها في قلب الصينيه كده. نحاول طبعا نفردها بالراحه، احنا عايزين سمكها رؤيه لانها هتقعد برضه تستريح تاني اهي كده. تفضلي تضغطي عليها لحد ما تخليها على حجم الصينيه دي كده اهي، لونها جميل جدا تحفه. هنحاول نخليها كلها ايه سمك واحد زي ما انتم شايفين كده. تفضلي وراها اهي لحد ما انا عملتها بدوريه الصينيه، تمام كده كله تمام. هنجيب بقى الحشوه الجميله بتاعتنا زي ما انتم شايفينها اهي، عامله زي الرمل بالظبط يعني مش عجينه. ونبدا بقى نضيف بالراحه كده الحشوه ده بعضها برضو اهي. وطبعا بعد ما اضيفها كده هبدا اضغط عليها عادي، ما تخافيش خالص، كله هيتضغط مع بعض كده. احنا عايزينها تكفي كل الكميه، كل الصينيه قصدي. الحشوه الحشوه دي بتبقى يعني متميزه بانها سميكه شويه اهي كده، وبعدين نعدلها بقى. المهم كلها تكفي يعني الصينية. شايفين يعني المقادير اللي انا عاملاها هعمليها بالظبط عشان تكفي معاك. عايزة بقى تعملي تنصصي الكمية، يعني تعملي حجم صينية اصغر من كده براحتك يعني. هتضغطي بقى طبعا عليها كده اهي، وتسويها في الصينية خالص زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين كده فردنا النص التاني اللي هو الحشوه اهو، وتضغطي عليها زي ما انت شايفه كده جامد لحد ما تبقى دي لازقه في دي، تمام كده. هنبدا بقى نعمل النص التاني، شايفين الجمال؟ عند النص التاني فتحت كيس من كيس التلاجه برضو، وهفردها عليه كده بالنشابه دايره ان شاء الله يعني، نحاول نعملها دايره النص التاني من العجينه اهي، عشان تطلع بس الدوريه كده معانا. في ناس برضو بتعملها بطريقه تانية، بس انا قلت ايه اعملها بالنشابه كده عشان تبقى سهله علينا يعني اهي كده، عشان تبقى ناعمه كمان معاكي اهي كده. تجيبي النشابه، النشابه بتاعتنا كبيره شويه كده اهو. نبدا بقى نفردها. لو عاملاها بقى في صينيه مستطيله، الصينيه الموجوده عندك يعني المتاحه عندك اعملي، ابدأي بقى تفرديها. نحاول نخليها دايره على قد الصينيه اللي احنا عاملينها، رقيقه ما تكونش سميكه، تمام كده اهي ما شاء الله يعني. هي طلعت من طلعت من الكيس، كيس صغير خلاص. عموما احنا هنعملها كده اهي، فردناها برضو يعتبر. وهنبدا بقى نحطها على وش الصينيه اللي هو الجزء الاخير بقى. هي جت كده اهي زي ما انتم شايفين قلبتها. طبعا هاخد الزيادات دي بقى وانا اسويها يعني، الحتت الزياده اهم حاجه ان احنا ايه نخليها ايه برضو على قد الصينيه بالظبط، دوائر على قد الصينيه. في ناس بقى بتجيب يعني بتقطعها قطع كده صغيره زي كده وتقعد بقى تعملها، بس انا قلت ايه عشان ما اخدش وقت اهو، شايفين، وتعملها عادي اهي كده يعني. واضح كل حاجه قدامكم برده، اتظبطت معانا اهي وبقت زي الفل. هسويها بقى كلها طبعا، احنا قاعدين درج الفرن على درجه حراره برده، لسه برده هوريكم ليها لسه جزئيه ثانيه هنعملها، بس عشان ما اطولش عليكم هسويها وارجع لكم ثاني كده. خلاص زي ما انتم شايفين خلاص عملت التغطيه بتاعت اخر وش كده عندنا. هنعمل ايه بقى؟
لو عندك شوكه او عندك منقاش من ده، بصراحه المناقيش دي جايباها من عند امي في البلد، فهي موجوده اصلا في يعني عند بتوع الادوات المنزليه المحلات يعني، هتلاقيها موجوده يعني. بس ده طبعا مناقيش من زمان قوي من الصغيرين، في مناقيش دلوقتي عاملينها كبيره يعني طولها طويلها شويه يعني. فلو ما فيش منقاش خالص مش هتعرفي تجيبيه، اعملي بشوكه. هتبداي بقى ممكن نقطعها عادي قطع يعني الاول، وممكن تنقشيها عادي، بننقشها كده زي الكحك بالظبط اهي، هوريكم برده شكلها من قريب. تنقشيها كده يعني جنب بعض وجنب بعض كده، شكلها لذيذ جدا، هوريها لك اهي. تعليها بس، تحاولي تعليها علشان تبقى ايه النقشه باينه كده اهي، واضح طبعا، جميل صراحه جدا. طبعا مش هنقش كل الصينيه دي قدامكم يعني، كده احنا طولنا اصلا الفيديو، فرب ما تكونوش زهقتوا مننا، بس انا حبيت اعملها واوريها لكم برده يعني. طريقه النقشه دي كده اهي زي ما انتم شايفين باينه طبعا. هعمل بقى الصينيه دي كلها كده واسيبها تريح نص ساعه، وادخلها الفرن على درجه حراره 200، وبعد كده اوريها لكم، انتظرونا كده. خلاص زي ما انتم شايفين خلصتها نقش زي ما اهو، نقشات كده زي ما يعجبكم بقى، بس ما شاء الله طالعه جميله جدا النقشه صراحه يعني. كان ممكن تقطعيها الاول، بس انا عملتها ايه كده وقلت بقطعها بعد ما استقشر بط وتبرد ان شاء الله. هسيبها نص ساعه زي ما قلت لكم كده تستريح برده كمان نص ساعه، وادخلها الفرن على درجه حراره 200، وارجع لكم تاني. كده خلاص الصينيه بردت معانا خالص، ما تقدريش يعني ما ينفعش تقطعيها لما تبرد خالص. طيب كده هبدا بقى اقطعها معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين ما شاء الله جميله، قطعيها بقى زي ما انت عايزه، مربعات سندوكسات بالتقطيعه اللي تعجبك، جميله جدا. يا تقطعيها وهي نيه عادي برده، ممكن بقى لو عندك شويه فستق او حاجه تحطيهم على كل قطعه كده تدي منظر حلو، مفيش عادي خالص. عندك سوداني حطي شويه جوز هند براحتك يعني، هي كلها اصلا محشيه حشوات، الحشوه بتاعتها تحفه يعني، مش عايزه حاجه تاني. تمام، انا بقطعها معاكم كده عشان اوريكم قطعه منها، هي طريه وجميله، هي اصلا ما بتبقاش طريه خالص يعني، هي بتبقى ايه متماسكه، القطعه بتاعتها بتبقى متماسكه وحلوه كده، مش متفتفته، شايفين السكينه ماشيه فيها جميل ازاي، جدا تحفه تحفه تحفه. هنبدا بقى نطلع قطعه منها، بسم الله الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، شايفين يا جماعه مش عايزه كلام، شايفين الحشوه بتاعتها جميله جدا جدا، تحفه يا جماعه تحفه، ومتماسكه القطعه يعني. عايزه اطلع معاكم قطعه برده تانيه ولونها تحفه جدا، شايفين الجمال، شايفين الحشوه يا جماعه، تحفه 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 اهي. والصينيه طبعا القطعه متحمره من فوق وتحت اهي، بسم الله ما شاء الله جميله، شايفين الجمال، شايفين ما شاء الله. اتمنى تكون الوصفه صح وعجبتكم، وتفضلوا طبعا معانا، ريحتها خطيره جدا، اتمنى تجربوها برده وتقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده من وصفات سمية دي، اتفضلوا طبعا معانا، اتفضلوا، شايفين بسم الله ما شاء الله جميله جدا.